بدينا نرجع دكتور احمد ابو فهد، لمحه من موده النبي صلى الله عليه وسلم مع اهل بيته، لمحه بسيطه اللهم صل وسلم، ولا لمحات ومواقف الجميله مع النبي صلى الله عليه وسلم مع اهل بيته لا تمل ولا تكل. اللهم صل وسلم. السيره فيها شيء كثير من حياه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اجمل الاشياء كان النبي صلى الله عليه وسلم تجري الدنيا على كفه، يفتي الناس، يتابع الصحابة، يوجه الجيوش، يخاطب القيادات، ثم إذا ما دخل بيته على عائشة رضي الله عنها وأرضاها فتح الستار وسأل عائشة وكانت صغيرة عن الألعاب التي كانت تلعب بها، ويسألها عن أسماء هذه الألعاب، وهي تجيب وتفرح أنه يسألها عن ما يهمها. الآن ندرك يقينا أن الرجل خارج البيت وفي عمله وفي وظيفته ومسؤولياته يتعب كثيرا، وإذا رجع البيت بعض الأحيان يكون ما هو بطايق أنه يكلم أحد ولا يشوف أحد ولا إلى آخره. لسنا أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يدخل وينظر إلى ما تحب عائشة ويهتم بما تحب. ولذلك أي شخص من الأشخاص تسأل وتناقشه فيما يحب يحبك، أي شخص، أي شخص تسأل عن ما يحب هو تستميله. يا سلام. لكن لو يحب شيء أنت ما تحبه وتجي تنقد عليه ولا تتكلم في شغله وما يحبه بيكرهك. شخص يعشق الكورة مثلا، لما تقابله وتقول له كيف النادي الفلاني يبدأ يسرد لك ويتكلم ويتحدث معك لأنك سألته فيما يحب، رابطه. لكن لا تروح تسأله في شيء ما يحبه مثلا، ما يخالطك، ما يجانسك. وقبل شوي أبو راشد فضيلة الشيخ والأخوة الفضلاء كانوا يذكرون عن المجلس، والمجالس مدارس. فأنت حينما تقدم إلى مجلس وتتكلم بحديث هم يحبونه، يا سلام، تستميلهم ويستميلونك، وتستعذب كلامهم ويستعذبون كلامك، وبالتالي يصبح في تجانس، في تناغم فيما يخصك أنت وفيما يخصهم هم. الله، هذه حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في طيبته، في تعامله، في صدقه، في ليونته مع أهله، في كثير من الصفات. فهذه لمحة بسيطة فقط، ونسأل الله أن يعني يوفقنا إلى أن نكون على خلق وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم.